يستعدني أنه وقت المرح مع أصدقاء الجيرة. وقت المرح مع أصدقاء الجيرة. أنا بينجو. أنا رولي. ونحب الألعاب في الحديقة في بيت الكلاب كل يوم إنه وقت المرح مع أصدقاء الجيرة. وقت اهتزاز القصة. مستعدين لوقت القصة؟ أجل، نريد الاستعداد في يوم القصص في حضانة الجيراء. حسناً، عليكم الاستماع إلى القصة والجلوس بهدوء. بهدوء؟ لا مشكلة، فأنا أعاني من اهتزاز اليوم. أمتلئ بالطاقة وأهتز بلا توقف. حسناً، لنبدأ. سأجلس بهدوء الآن. ذات يوم لنبدأ الآن. ذات يوم من ال يجب أن أوقف الاهتزازات. رائع، كيف أوقفها لكي أسمعك لمعرفة القصة؟ وما هي بدايتها؟ لنتخلص من هذه الاهتزازات. لدي فكرة. رولي، هل يمكنك إحضار لعبتي للمضغ وبطانية منتفشة؟ أجل، تفضلي. رائع، هناك شيء آخر أحتاج. دجاجة مطاطية وصندوقين وشموعا والكثير من الوسادات. واو، انتهيت. الاهتزازات جعلت لديك الطاقة لجلب ما أحتاجه لجعل وقت القصة ممتعاً. منصة قراءة لهاسي. الاهتزازات فعلت شيئاً جيداً، لكن كيف أوقفها؟ رولي، أظن أنها انتهت بالفعل. صحيح. واو، شكراً يا كيا. الركض بكل هذه الأشياء أوقف اهتزازاته. أحسنتي. هل نبدأ القصة يا هيسي؟ يسعدني هذا. ذات يوم تمزقت سترة جيري المفضلة، ثم عاشت السترة في سعادة إلى الأبد. النهاية. أنا أحب القصص. كنتم رائعين جميعاً، وستبلون بلاءً حسناً. أصبت بالاهتزازات لجلوس فترة طويلة. لا تقلقي، سنعالجها على الفور. شاهدوا أصدقاء الجراء على ديزني جونيور.